ساعة الصفاء ما في أحلى منها، تروق المزاج. صفاء إيش بلا تقولها، كله ركض وشقلبة وناسة. يلا على المتسابق الجديد، شو الأخبار؟ تعرف عليك أريج عباس، أريج نور، نور لين، لين نور، أريج أريج ولين ونور. يلا يا معلم، يلا تمام كده، عمل لك وجوه الجو عشان لا تقولي هشام ما ضبطنا. أوكي أوكي، أنت اللي حتركض يا لين. رح أسألك خمسة أسئلة من 250 إلى 5000 ريال. لما أسألك السؤال ممنوع تقولي الإجابة، ممنوع تسرقيها وممنوع تشتريها. تنطلق تروح تجيبي لي الإجابة. معك 3 دقائق لكل سؤال. تروح تلف تجيب الإجابة، أول ما تجي تضغط الجرس. أنتوا مهمتكم اليوم غير طبعا أنكم تبكوا وتولولوا وتصرخوا، أنه تساعدوها بالميكروفون. أوكي أوكي، جاهزين؟ يلا السؤال الأول قيمته 250 ريال، وركزوا الله يطول عمركم. أوكي. ممكن؟ ممكن. أداة غير ذكية تلبس في معصم اليد ومهمتها إعطاؤك الوقت بالأرقام وليس العقارب. أجين الوقت بدأ. أداة غير ذكية تلبس في معصم اليد ومهمتها إعطائك الوقت بالأرقام وليس العقارب. أيوة وش وش أيوة؟ العادية يعني، العادية الثانية اللي احنا بنحصلها مش هي الوقت، بس مو اللي بالعقارب. يلا سريع بين الناس، خذ قول لنا بين الناس يا لينو. لينو بين الناس. لو سمحت ماك شي في بيطلع الوقت بس بدون عقارب؟ ساعة يعني؟ لا لا مو ذكي، مو ذكي والله. ممكن اذا لقيت محل الالكترونيات او محل الالكترونيات. معكم شي بيطلع الوقت بس بدون عقارب؟ كيف يعني؟ ما معكم شي بيطلع الوقت بس بدون عقارب؟ لا ما في. ما في؟ مين؟ محل بالكورنر هوني، هذا المحل. بسرعة بسرعة بسرعة، والله ما شاء الله على سريعة. سكر المحل. اكسكيوز مي اكسكيوز مي، عندك شي بنلبس بالإيد ماما؟ الوقت 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 الوقت، شكوى لله. معك شي بنلبس بالإيد بس مو عقارب؟ عرفتي اللي بتطلع نبضات القلب وهدول؟ ايه في في، اخذها بليز. وين راحت؟ ورجعلك. لينو 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 لينو. وين؟ ما شاء الله على السرعة الحاكمة. يا سلام. أداة غير ذكية تلبس في معصم اليد ومهمتها إعطاؤك الوقت بالأرقام وليس العقارب. هذه يا جماعة الخير المشكلة إني ما أقدر أقول عليها ذكية وما أقدر أقول عليها مش ذكية. فأنتوا الحين مضطرين إنكم تسمعوني كلام حلو، ها؟ لا هي غبية مبينة. مبينة الغبية؟ يعني شوية مدح اللي حيفوزكم. أه طيب والله. كيف شفت البرنامج حلو؟ حلو كتير. كيف بالله تقديمي للبرنامج؟ بجنن. والله عن جد. ولو أنتوا خسرتوا حتحسوا إنكم زعلانين وخسرتوا شيء عالي كثير. عادي؟ لا 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 مو عادي مو عادي. وش أسوي؟ عاد أنا كريم وهم يستاهلون. مبروك مبروك. أول 250 ريال. يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. تبون تكملون ولا لا بعد ما أخذتوا الفلوس؟ إيه لا بدنا يلا على سؤال 500. ما الشيء المشترك الذي يضعه الأطباء الجراحين والعاملين في المطابخ على رؤوسهم؟ تمام أوكي. أكيد ما تبي تشاوري؟ Excuse me. Do you have that we put on our head? Quickly please. بس غريبة ما استشارتكم انطلقت على طول. نحن 3 دكاترة، أنا ونور دكتورة ونور صيدلانية، فيعني هذا الجو كل الوقت في البيت. لو خسرتوا وصار عندكم ضيق بالنفس او شيء تعرفوا تعدلوا نفسكم بنفسكم. ها من اللي جاء؟ من اللي جاء؟ قلبي قلبي. ما الشيء المشترك الذي يضعه الاطباء الجراحون العاملون في المطابق على رؤوسهم؟ مضبوط غطاء الراس. يا سلام عليكم 500 ريال قيمه الكشفيه هذه. تفضلي. كشفيه عندي. استاهلي. ها حلوة وتوكلون على الله بس ولا؟ لا بنكمل بنكمل أكيد؟ لا تحمسنا أكثر يعني والله؟ خلاص زاد الحمام. على سؤال الألف. وثيقة رسمية لا يمكنك مغادرة البلاد من دونها، وش الوثيقة الرسمية هذه؟ شاهدون. والله الوقت يا بنات. يلا يلا بسرعة بسرعة. أمل أمل لا تنسي تستغلي اسم أول هالشمس. لا لا لا.
وثيقة رسمية لا يمكنك مغادرة البلاد من دونها. وش الوثيقة الرسمية هذه؟ يلي الآن بدأت تفكر. يلي استشيري يلي. اتأكدي يلي بس تأكد. لو سمحت مع كل شيء اللي بتكون. لين لين حتى لو الصورة أي حدا. أنا معي. معاكي؟ معاكي أنت كمان؟ مامتي. شفت القهر؟ وبتقدر تعطيها يعني لو طلبت منك؟ طبعا ممنوع لأنك أنت مشاركة. سبحان الله. معك صورة أو حتى هو اللي بس نسافر بالمطار نختم عليه؟ ما عندك صورة؟ أوكي. والله لين أنا ما أدري إذا كانت ممكن تجيبها ولا لا. باقي دقيقة ونص. الله يستر. لا عيتيلا. لو سمحت معك صورة الشيء اللي بس نسافر فيه نختم عليه؟ حتى لو صورة بالجوال. معك صورة الشيء اللي بس نسافر فيه نختم عليه؟ صورة الشيء اللي بس تسافر بالمطار تختم عليه. بسرعة بسرعة سندري. مش موجود. لو سمحتي لو سمحتي. والله الوقت يا بنات. الله يستر. لو سمحتي عندك صورة الشيء اللي بس نسافر فيه بنختم عليه؟ لو صورة. When you travel you have a stamp on your like a book. Yeah. Do you have a picture of it? Please quickly. Please. Sorry. I don't know what you mean. Okay, okay, can I have it, please? It's only 1 minute. Yeah, okay. Okay, thank you. وثيقة رسمية لا يمكنك مغادرة البلاد من دونها. أيوة. جواز السفر. وجواز سفر مصري. مزبوط الإجابة. الله الله. جواز السفر مزبوط. تفضل يا طال عمرك. شكرا. الألف ريال. السؤال اللي بعده ترى قيمته 2000 ريال أقسم بالله. 2000 دبل. إيه خلاص نشوف. ها؟ انسحاب؟ إذا أدراني كملي. إذا لا خلاص. أدراني؟ لا خلاص الوقت. خلاص؟ 1000 مليون مبروك الألف. توكلوا على الله. الله يسلمك. خلاص روحوا أخذتوا فلوسي ومبسوطين. مع السلامة. الله يسلمك يا رب. روح أسلمها الجواز. يا فندم. أيوة. أنت فين؟ عرف عليك حبيبي. حياكم غالي. مجاهد الشريف. هلا والله مجاهد. يوسف حسن. حياكم الله. حيك. كيف أموركم؟ الحمد لله. تعرفون بعض ولا تعرفتوا على بعض؟ تعرفنا على بعض الحين. وين تو؟ إيه علشان جمعتكم القروش. إيه. كم لكم متعرفين على بعض؟ 5 دقائق ولا كم؟ لا لا كملنا الحين نص ساعة. لا ربع ساعة. ربع ساعة فضفضتوا البعض؟ لا ما فضفضتوا. فضفضنا وركبنا في السيارة مع بعض. 5 أسئلة 250 تبدأ وتنتهي بكم؟ 5000. حافظ ما شاء الله عليك. انا قلت بسكت هالميكروفون مو فراغ. لما اسالك السؤال تروح تجيب الاجابه ان شاء الله. تقول الاجابه تخسر. معك 3 دقائق مع كل سؤال. ماشي؟ تجيب الاجابه. مجاهد ابي الحماس هذا. انا اللي اضرب ولا هو؟ لا انت. انت اوكي يا حامل الشيء. يلا بسم الله. السؤال الاول قيمته 250 ريال يا شباب. من اجهزه المطبخ الكهربائيه يستخدم في طحن المكونات أو خلطها ببعضها وخاصة الكيك. ما خلنا كمل السؤال. كم يخلو دامي؟ سلام. طحن الكيك. اعتبر أنه هذا مجاهد. إيش حتقول له؟ اعتبر أن الكاميرا مجاهد. هذا يوسف. يوسف. يلا يوسف سرعة. أخبر عشي طحن الكيك. وين يروح؟ الكترونيات. الكترونيات. وش يسوي عند الالكترونيات؟ يلا بسرعة بسرعة. ايش يسوي؟ ايش عنده يسوي؟ ايش يسوي؟ يخلص على ال ايوه. من اجهزة المطبخ صح؟ الكهربائية صح؟ صح. في فيش. كل الناس قاعدين الفيش. يستخدم في طحن المكونات او خلطها ببعضها. اسكت يا سيارات. وخاصة الكيكة
واكل اطفال الرضع لانها تفيك تخلط الحلا الكريمه كل شيء. مدام طلعتهم من جيبك ما تقدر. انت مبيعات انت؟ لا مبيعات. انت مبيعات؟ خدعتني. الف مبروك الله عليك. 250 ريال ليش؟ نبغاهم يزيدوا. اكيد اكيد ترى تخسر. السؤال اللي بعده تعرفون كم؟ 500 ريال. جاهزين يا شباب؟ يوسف والله زعل منك لو ما جبت الاجابه الثانيه. اجيب ال 5000. طب رجعوا لنا ذا يا راعي المحل. تعال خذ يا راعي المحل تبعنا. خذ يا راعي المحل سياره. ويلا يا سيدي على السؤال اللي بعد. قيمته 500 ريال. اداه يدويه بعصا طويله نزيل فيها الاوساخ عن الارض دون استخدامها ولا حتى ادرع. حرام عليك. يلا يوسف حاول تعجل. يلا يا الفلوس مجاهد يا بالقروش مجاهد يا بالقروش. ابغى الفوز قبل الفلوس. السلام. وعليكم السلام. اسم في برنامج ابغاه بدون تقول السن. اوكي لا بس الفلوس حلوه بعد. ها يا زين يا زين ال 500 انت اللي تجيب القروش. لا راحت الدقائق. يلا يا يوسف. ايش هذا؟ اداه يدويه طويله نزيل فيها الاوساخ عن الارض دون استخدام الماء، وايضا تستخدم للضرب، صح؟ ابغى اشوف كيف تستخدم للضرب. مضبوط صح يا سيدي المكنسه. يوسف خويك قال انا ما يهمني الفوز المادي، يهمني الفوز المعنوي، عشان كذا خذ انت الفوز المادي 500 ريال. لا خليهم بعد يزيدوا. يا ابن الحلال. وعلى السؤال الثالث ويلا. من تقاليدنا الجميلة حرق شيء رائحته عطرة في المدخنة لتمريره على الضيوف في المجالس. معروفة. أما لو يجيبها غلط والله ما حدود. رياضي ما شاء الله عليه ما احتاج. شوف كيف الجري. يلا يا عم أنا بفكر في عمي ومسك عليه. من تقاليدنا الجميلة حرق شيء رائحته عطرة في المدخنة لتمريره على الضيوف في المجالس. معروفة. أما لو يجيبها غلط والله دلع. من دعا الآخر أنه يشارك؟ أنت ولا يوسف؟ أنت دعيت يوسف. شفته هناك هم كلموا وقال أنا بجيب هذا معي. أبغى لو سمحت شو رايحة زكية؟ أعطيني واحد بس. كيف يعني تبغى قطعة واحدة؟ إيه وينباع بالتولة يعني؟ ما أعطيني قطعة واحدة الحين. إحنا في برنامج مسابقة. أيوة. فطالبين مني لغز. عجيب. حاول تعجل خلصت الدقيقة. لو سمحت يعني. أكبر شوية بس هذه. لأنه محسوب عليك. ما علي أنا باجي. إذا بعدين. شوف بعطيك مخرجنا لو سمحت حط لي صدى صوت هنا. الحب يدوبنا دبنا وتوهنا. يوسف رياضي ما شاء الله عليه ما احتاج. شوف كيف الجري. ايوه 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 ايش فيه وروني. من تقاليدنا الجميلة حرق شيء رائحته عطرة في المدخنة لتمريره على الضيوف في المجالس. يا سلام. المعمول وايضا البخور صح. مضبوط. الله عليك يا حبيب القلب. تستاهل حبيبي. الله يقويك. تستاهل. خلاص يا متعب. 1000 ريال شوفوها ما شاء الله. ها تعال صحتك على فكره. 1000 ريال 1000 ريال شوفوها. اوكي انا قادر اركض. خلاص ستوب. شو رايك؟ على اونا. لا خلاص على دوي. سكروا الناس. يا سلام عليك. خويك كم حتعطيني؟ قليل دائما لك 50 50. اي الحين الحين بيبان. خلاص روحوا خذوا القروش وانتم تصرفوا. يلا مع السلامه. هات المايك حقي. حرام عليك. يلا في امان الله. حياكم على خير يا شباب. مبروك 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 مبروك. مبسوطه بالمشتريات؟ شوفي فرحه المشتركين لما ياخذون الفلوس مني انا. اهم شيء لا تقولها. ويلا على المشترك. مرحبا فيكم. يا هلا وسهلا. جاهزين؟ ايوه. حاضرين؟ مركزين؟ مره ان شاء الله. متفائلين؟ كثير. متحمسين؟ ايوه. متوترين؟
نص نص. تعرف عليكي أمل. حياك الله يا أمل. وأنتم زينة. زينة أخوات بنات عم قرابة صديقات. صديقات ما شاء الله عليكم. أمل وزينة خمسة أسئلة من 250 5000 ريال. أول ما أسألك السؤال طيران تجيبي لي الإجابة. أيوه. ممنوع تقولينها، ممنوع تسرقينها، ممنوع تشترينها. أيوه. أول ما تجيبين الإجابة ترني هالجرس. أوكي. جاهزين؟ سؤال أول 250 ريال. شراب طازج مستخرج من فاكهة حمضية اسمها على لونها غنية بفيتامين سي. عرفتيها؟ عصير البرتقال. لا أقصد تجيب يعني أنا عصير مفكرة. حسوي نفسي ما سمعت. باقي دقيقة ونص. يلا يا أمل يلا. صيحتها شو؟ اكتشفنا اكتشاف عظيم. زينة سمعينا تكفين. الأماكن كلها مشتاقة لك. خلاص يا الله السلام 100%. ويلا يا أمل خلصي ناديها. يلا يا أمل. أمل لو سمحت احنا مشتركين في برنامج وأبغى عندك بعدين برجع. شراب طازج مستخرج من فاكهة حمضية غنية بفيتامين سي، يا ترى وش هي؟ عصير البرتقال. وبعد ما غنينا وانبسطنا شفتي نزعل. هذا القهر، هذا اللي يقهر بالبرنامج. لا طيب عصير البرتقال فيتامين سي. والليمون ايش اخباره؟ الليمون تمام. الليمون مو نفس اللون صح؟ ايه هذاك اصفر والليمون صح. مضبوط عليكم يا سلام. الله 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 الله. حلو اللعب بالاعصاب. اول 250 ريال 125 لكل واحدة يعني. نكمل. تبي تكملون؟ ايه. طيب. اليوم احنا للآخر نبي نمشي. بس لا تزعلون إذا خسرتوا، لا تزعلون. سؤال الـ500. جهاز كهربائي من المعدن أو السيراميك يستخدم لفرد الشعر بعد تجفيفه. عمل شوفي المحل من بعد اليسار تلقينه آخر الممر برضو على اليسار. أمل لا تنسي تستغلي اسم أبو الهش. إيه؟ لا إذا كان اسمي في الموضوع لازم يعني كوميشن طال عمرك. السلام عليكم. لو سمحت في عندك شيء لاستخدام الشعر بعد استشوار؟ يعطيك العافية حبيبتي. بتعذب حتنا قلبي يتكسر من حتة إن شاء الله بظرف مكان ستة الصبح بفكر. يلا يا أمل أنا بفكر في أمل. السلام عليكم. علش احنا مشتركين في برنامج ونبغى منك شيء تجفيف الشعر بعد الاستشفاء. تجفيف الشعر بعد الاستشفاء اللي هو الاستشفار يعني ناخذه بعدين نرجع لك. قصدك تطيب مجفف الشعر بعد استشوار وبعدين نرجع لك يعني. هذا بعد استشوار. اجيبه. ايوه جد. يلا جد. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. جهاز كهربائي من المعدن أو السيراميك يستخدم لفرد الشعر بعد تجفيفه. إيش هو؟ استشوار بعد نجفف الشعر. قصدك بعد ما تجفف. غلط. غلط 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 غلط. انتهى الموضوع. لا 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 لا. الحمد لله كانت تجربة حلوة. ركضنا سألنا نيو اكسبيرينس كثير كانت حلوة. شيء حلو مغامرة جديدة انه يعني ركض بالمول حاجة جديدة انه حتى لو ما كنت اوقات انك انت غامرت هذا شيء يكفي. رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع. ورمضان كريم. Thank you.